السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية جميعا. وعليكم السلام دكتورة، يعطيك العافية. يعافي بدنك يا رب. الموجودين معي الآن سهام، بشرى، حميدة، صفاء. معي فقط 6 من الطلاب بانتظار 4 طلاب إن شاء الله تعالى. نعطي دقيقة واحدة ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى محاضرتنا، فأهلا وسهلا بكم جميعا. جميعكم في المحاضرة السابقة مع الدكتور محمد، جميع طلاب هذه الشعبة، ايه، خلصت المحاضرة دكتورة؟ ما أقصد جميع وحنا وصلنا الطلاب، كمان. نعم ما أقصد أنه جميع طلاب سنة ثانية معلم صف في المحاضرة السابقة أيضا. صوتك راح دكتورة، سؤالي، هل جميع الطلاب، ما واضح صوتك، إيه واضح؟ عم يروح ويقطع. ايه واضح صوتك دكتورة. كنا السنة الأولى والسنة الثانية مشتركة كانت، مشترك، تمام. وكانوا كلهم مجتمعين ما عدا فهد ما كان موجود. تمام، الآن أصبحنا 7 طلاب. دخل الطالب محمد، باقي فقط 3 طلاب، ننتظر قليلا إن شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا الطلاب الأعزاء، الطالبة نور، بشرى، الطالبة حميدة، سهام، صفاء، الطالب محمد، ودخل أيضا معنا الآن يعني باقي طالبين والطالبة سارة. أهلا وسهلا فيكم جميعا. بعرفكم بنفسي، أنا الدكتورة أميمة المومني، معكم إن شاء الله تعالى في مساق علم النفس التربوي. أنتم طلبة السنة الثانية لعلم النفس التربوي، فأهلا وسهلا بكم جميعا. يسعدني تواجدي معكم في هذه المحاضرات للفصل الدراسي الأول إن شاء الله تعالى. أمنيات التوفيق لكم جميعا. طلاب الأعزاء، نركز على موضوع الحضور والغياب. تعرفوا الحضور والغياب مهم جدا، ليس فقط لحصر العلامات، إنما هو مهم لحتى أنت كطالب تحصل على المعلومة بالشكل الصحيح. استماعك للمعلومات من المحاضر وطرحك للأسئلة هو الذي يثبت المعلومة لديك ويعطيك مجال لطرح الأسئلة والاستفسار إن شاء الله تعالى. هذا المساق علم النفس التربوي مساق جميل جدا، يحمل في طياته الكثير الكثير من المعلومات، وهو عالم وعلم واسع جدا. في البداية الآن أغلب الطلاب يتساءل عن خطة المساق. خطة المساق إن شاء الله تعالى راح تكون جاهزة معنا خلال الأسبوع القادم بإذنه تعالى، راح أبعث لكم إياها على الجروب الخاص بالمادة بإذنه تعالى، بانتظار معرفة التقويم الجامعي بشكل واضح لحتى تكون الخطة لدينا واضحة. فيما يتعلق بالمراجع، عندنا مجموعة من المراجع راح يتم الاعتماد عليها. لم أعتمد على مرجع واحد فقط لهذا المساق بسبب شمولية هذا العلم، وقاعد له قاعدة كبيرة جدا. فعندنا مجموعة إن شاء الله تعالى من هذه المصادر أو المراجع. الآن راح أشير معكم الشاشة الخاصة بهذه الكتب. عندي الكتاب الأول، بس يا ريت تخبروني إذا الشاشة ظاهرة أمامكم. الشاشة واضحة طلاب الأعزاء؟ واضحة واضحة. تمام، إن شاء الله تعالى راح نبلش نعرض. عندي 3 مراجع راح أبعث لكم إياها إن شاء الله على الجروب. الكتاب الأول علم النفس التربوي، راح نستعرض الآن هذا الكتاب.
هذا الكتاب الأول للدكتور عبد المجيد نشواتي، علم النفس التربوي. هذا الكتاب يتكون من 8 فصول، لكن هذا الكتاب طبعته قديمة، لذلك عرض الكاتب هذا الكتاب كفصول بهذه الطريقة. إذا كانت الشاشة واضحة أمامكم، في حال اختفت الشاشة ولم تظهر الرجاء إخباري حتى نظل نعمل على إعادة الشير. الوحدة الأولى علم النفس التربوي، أهدافه وموضوعه وطرق البحث فيه. هذا الفصل الأول يبدأ الكتاب بشرح أهداف علم النفس، موضوع علم النفس، طرق البحث في علم النفس، وطرق دراسة العلاقات بين المتغيرات. ثم يستعرض الكتاب مجموعة المعلومات السابقة بطريقة جميلة وطريقة لطيفة للغاية، لكن كما أخبرتكم سابقا أن الموضوع في هذا الكتاب أنه لا يعرض الفهرس في بداية الكتاب، لكن بالنسبة لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى رح نعتمد على جزئية معينة منه. رح أخبركم في كل محاضرة ما هي المادة المطلوبة ومن أي كتاب تحديدا، بتحديد اسم المرجع بإذنه تعالى. الكتاب الثاني، ظهر كتابنا، ظهر أمامنا الكتاب الثاني. الكتاب الأول دكتور ما ظهر. الكتاب الثاني ظهر، علم النفس التربوي النظرية لا لا لا، لساعات مع الشاشة مكتوب 3 كتب، علم النفس التربوي، علم النفس التربوي، علم النفس التربوي، بس هدول 3 ظهر هلا راحت كمان. وفي طالبة بدها إذن دكتورة بعد إذنك. نعم، تم قبول الجميع، ما حدا عندي على الشاشة بالويتنج روم. الجميع ظاهر، 9 طلاب. نعم دكتورة، امشي الحال. تمام، نرجع للشاشة مرة أخرى، نستعرض الكتاب الثاني علم النفس التربوي 2. الآن ظهرت الشاشة. ايه دكتورة ظاهرة. تمام، هذا الكتاب هو المرجع الأساسي لهذا المساق، علم النفس التربوي النظرية والتطبيق. المؤلفين مجموعة من الدكاترة: عدنان يوسف العتوم، شفيق علاونة، عبد الناصر الجراح، معاوية. هذا الكتاب خصب جدا وجميل للغاية. ما يميز هذه الكتاب حداثة المعلومات الموجودة فيه. الوحدة الأولى مقدمة إلى علم النفس اللي رح نبدأ فيها اليوم إن شاء الله تعالى، موضوعات علم النفس، أهدافه، أهميته بالإضافة إلى مناهج البحث. الوحدة الثانية النمو ونظرياته. الوحدة الثالثة التعلم. الوحدة الرابعة الذكاء. الوحدة الخامسة الدافعية. الوحدة السادسة التفكير. الوحدة السابعة حل المشكلات. والوحدة الثامنة اتجاه معالجة المعلومات والذاكرة. هذه بالنسبة، دكتور الله يكرمك، بس علقت الشاشة هلا شو مبين عندكم؟ بس هيك. الكتب يعني، بس علم النفس التربوي 1 2 3 بس. تمام، الكتاب الثالث علم النفس التربوي للدكتورة حنان، ظاهرة أمامنا الشاشة. دكتورة لا لا، ما ظهر الكتاب. ظهرت الآن؟ لا بعد مع الآن. رح نعمل مرة ثانية ستوب شيرنج ونرجع. تمام هيك؟ لا دكتورة. تمام، رح أحكي لكم أنا عن الكتاب.
الكتاب علم النفس التربوي للدكتورة حنان عبد الله، رح أبعث لكم إياه إن شاء الله على الجروب. هذا الكتاب أيضا رح نعتمد على جزئية معينة منه، ما رح نعتمد عليه بشكل كامل. الكتاب المعتمد هو الكتاب الثاني، هذا الكتاب رح نأخذ جزئية معينة منه، وعند دخولنا إلى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى رح نحدد سوى المادة المطلوبة منه بإذنه تعالى. تمام؟ لا دكتورة الله يكرمك، يعني نحن رح ندرس من هذول الثلاث كتب، وكل ما أخذنا كتاب رح تحددين لنا إيش ننسخ منهم. بالضبط، رح نحدد من أي صفحة لأي صفحة حسب الموضوع الذي نتطرق له. حكيت لك عزيزتي ثلاث كتب، كل كتاب فيه ميزة يحمل مجموعة من المعلومات، وأنتم كطلاب سنة ثانية معلم صف، بعض المعلومات هي خاصة لطلاب الإرشاد، بعضها الآخر خاصة بطلاب المناهج. راح إحنا نأخذ المعلومات التي تفيدك أنت كمعلم صف، لأنك أكثر ارتباطاً بالعالم التربوي بالمدارس والتعليم. لكن إن شاء الله تعالى كل محاضرة رح نحط في نهاية عرض المحاضرة من أين أخذت هذه المعلومات، من أي صفحة لأي صفحة ومن أي مرجع. الثلاث كتب رح يكونوا بين أيديكم، المطلوب منك فقط إنك تتابع كل محاضرة بعد ما تحصل على هذه المحاضرة على شكل ملف PDF أو على شكل PowerPoint، رح يوصلكم مباشرة بعد المحاضرة، تحتفظ فيها بتسيبها عندك وتعود إليها حين الحاجة، بكون محدد عندك المادة بإذنه تعالى. تمام؟ الآن بالنسبة للواجبات إن شاء الله تمام دكتورة، جزاك الله خير. تمام، بالنسبة للواجبات رح يتم إرسال كل محاضرة رح يكون فيها واجب، الواجب رح يكون بسيط، وهو رح يكون عبارة عن مقدمة للمحاضرة التي تليها، حتى الطالب يكون على تواصل مباشر مع المادة، يعني ما نترك احنا عم ناخذ المادة على بالاسبوع محاضرة واحدة فقط ساعة ونصف، يعني ما بدنا نترك المادة ونستنى للاسبوع اللي بعديه لحتى نقرأ، خلينا نضل على تواصل مع المواد الدراسية ان شاء الله تعالى. لكن تسليم الواجب رح يكون معك فترة جيدة، يعني لكل اسبوع للخميس اللي بعديه بتسلم يوم الخميس كتاريخ ثابت للجميع، حتى كمان أكون أنا مجهز أسماءكم على إكسل شيت، بالإضافة إنه أشير مين سلم الواجب وعلامته على الواجب. طبعا الأمور رح تكون بسيطة وسهلة للغاية، والواجب رح يكون فقط عبارة عن سؤال واحد إن شاء الله تعالى، الهدف منه أنه يربطك في المادة الجديدة للمحاضرة التي تليها، يعني منسلم الواجب الخميس ومنبلش بالمحاضرة الجديدة يوم السبت بإذنه تعالى. ملاحظة طلاب الأعزاء، هلا بتعرفوا كلكم أنه البرنامج الزوم ببلش مثلا 7:30، حيفصل معنا على 8:15 دقيقة، بالعادة الروم بتضل فاتحة معنا 45 دقيقة، في حال فصل تلقائي واحنا مش منتبهين على الوقت دايركت احنا بنرجع على الرابط اللي كان معنا سابقا وبنرجع ندخل مرة ثانية ان شاء الله تعالى. واضحة الامور لهون؟ اي حدا عنده اي سؤال او استفسار قبل ما ندخل على المحاضرة؟ تمام، اي طالب عنده سؤال او استفسار بيقدر يكتب على الشاتنج، ما في مشكلة، إما منجاوب بنفس اللحظة إذا كان ضمن الموضوع، أو يؤجل إلى نهاية المحاضرة إذا كنا تعدينا عنه حتى ما نلبك أفكار الزملاء. في حال حبيت تشارك أو تضيف معلومة تقدر تعمل raise hand، رفع الأيدي، ونجاوب إن شاء الله تعالى. طلاب الأعزاء، أنا بفضل المحاضرات التفاعلية، بحب أسمع صوت الطلاب مشاركاتهم لحتى المحاضرة يكون فيها نوع من المتعة. الآن إن شاء الله تعالى رح أشير معكم محاضرتنا الأولى، محاضرة اليوم ظهرت أمامكم، قد تأخذ بعض الوقت لأنه بيعطيني تمام. نعم أي ظهرت. تمام، هذه المحاضرة الأولى هي عبارة عن مقدمة في علم النفس التربوي
أنا مدرس المساق الدكتورة أميمة هاني المومني، رح أكون معكم بإذنه تعالى خلال هذا الفصل إن شاء الله. ننتقل الآن للنتاجات الخاصة لهذه المحاضرة تحديداً. اليوم رح نتعرف مع بعض عن موضوعات علم النفس التربوي ومجالاته، أهداف علم النفس، أهمية علم النفس التربوي. قبل الدخول في محاضرتنا أعزاء الطلبة، سؤال عصف ذهني نشوف الطالب النشيط والطالب المصحصح معنا في هذا المساء. سؤال: هل ورد ذكر النفس في القرآن الكريم؟ هل ورد ذكر النفس في القرآن الكريم؟ أي دكتورة ورد؟ تمام، اللي بتتكلم الآن سهام، تفضلي سهام. أي دكتورة، أيتها النفس المطمئنة، بسم الله الرحمن الرحيم، أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاك الله خيرا، أحسنت يا سهام. هل ورد أي طالب بحب يشارك؟ أيضا ورد كمان بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عفوا راح الصوت. سامعك زينة، بتفضلي. السلام عليكم دكتورة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل نفس ذائقة الموت. وكل نفس ذائقة الموت، أحسنتي. نعم، إذا ورد في القرآن الكريم لفظ النفس بمعنى الذات البشرية للفرد أو للجماعة ما يقارب 275 مرة. تخيل 275 مرة. تارة وصفها القرآن بالنفس المطمئنة فيقول عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، نعم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أن يتمتع صاحبها بتوافق نفسي وصحة نفسية. أيضا في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كما وصف الله النفس وقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي النفس الحائرة. ويقول عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. إذن ورد ذكر النفس في القرآن الكريم كما تحدثنا كم مرة؟ كم مرة حكينا؟ سامعيتني صفاء؟ الله يرضى عليكم، ما بدنا نحط الزوم ونشغل الصوت ونختفي من يعطيك العافية. معك يا دكتورة، بس والله الصوت أنا عندي عم حكي لرفقاتي على الواتس، الصوت أبدا ما واضح عندي. في حدا كمان عنده مشكلة بالصوت؟ أنا الصوت بيقطع، يعني بيروح وبيرجع. يعني هاي المشكلة بتكون تتحملونها، قد تكون تغطية في الإنترنت. أنا الشبكة عندي ممتازة، لكن قد تكون التغطية من عندكم لظروف معينة. إذا نعيد، ورد في القرآن الكريم لفظ النفس بمعنى الذات البشرية 275 مرة. تمام؟ تمام. دكتورة 295 مرة. عفوا دكتورة 295 مرة. 295 مرة، شو رأيك تتأكدي لنا من المعلومة؟ أنا عندي 275 مرة، جميل إنه نتأكد كلنا من المعلومة. إيه تمام دكتورة، إن شاء الله في الدرس القادم أتأكد من المعلومة وأخبرك. أبشرك. الله يسعدك يا رب. ننتقل الآن إلى المقدمة. علم النفس التربوي هو أكثر فروع علم النفس تطوراً وانتشاراً في العالم. طبعاً هذا العلم له أهمية نظرية وله أهمية تطبيقية. أيضاً يدخل في مجالات التعلم والتعليم، يقدم لنا معلومات للمربي والمعلم، وهذه المعلومات تساعدنا في تحسين العملية التربوية
بالإضافة إلى فهم سلوك الأشخاص المتعلمين، تقديم المعرفة لهم. هذا له جانب كبير يساعد على تنمية شخصية الأفراد من مختلف الجوانب، حتى يكون الشخص متعلما وناجحا وقادرا على الاستفادة من الخبرات التعليمية بأقصى طاقة ممكنة. لكن البعض ينظر إلى علم النفس التربوي على أنه الفرع الوسيط ما بين التربية وما بين علم النفس. نحن نقول أن هناك أفرع متعددة لعلم النفس. أحد هذه العلوم هو علم النفس التربوي، وهو المساق الذي سوف تدرسونه خلال هذا الفصل إن شاء الله تعالى. فهذا العلم هو وسيط ما بين علم التربية وما بين علم النفس، لأنه يهتم بالجوانب التربوية وفي الميدان التربوي، ويعتمد أيضا على المفاهيم النفسية في مجال علم النفس. إذن علم النفس التربوي هو من أكثر فروع علم النفس تطورا وانتشارا في العالم. هذا العلم مهم جدا، لكن تعددت تعريفات علم النفس عبر أكثر من قرن تبعا للمدارس والاتجاهات المختلفة. يعني هناك بعض العلماء عرفوا علم النفس أمثال ويليام جيمس، ثورندايك، بافلوف، واتسون وغيرهم. لكن هذه التعريفات الكثيرة جدا تحمل وجهات نظر مختلفة ظهرت من خلال هذه المدارس وهذه الاتجاهات، وجهتي نظر لهذه التعريفات. عندي وجهة النظر الأولى ووجهة النظر الثانية. الآنسة أو الـ 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 الأخ الطيب محمد فوزي، سامعني؟ الطالب محمد فوزي الديب، صفاء، سامعيتنا صفاء؟ ايه سامعتك دكتورة معك. تمام صفاء، الله يرضى عليكي. نقرأ وجهة النظر الأولى حتى نوضحها للزملاء، تفضلي. أنسي وجهة النظر الأولى أقرأ. إيه إذا سمحتي. تكرمك. علم النفس التربوي يعني بتطبيقات المبادئ والقوانين النفسية وفهم عمليات التعلم والتعليم داخل الغرفة الصفية وضبطها. تمام، هذه وجهة النظر الأولى. الآن بدنا نركز بين وجهتي هذه النظر حتى نصل إلى مقارنة بينهما. إذا وجهة النظر الأولى تقول أن علم النفس هو العلم الذي يعنى بتطبيقات القوانين والمبادئ النفسية، فهم عمليات التعلم والتعليم داخل الغرفة الصفية وضبطها. أما وجهة النظر الثانية، مين بحب يقرأ لنا إياها؟ أنا أقرأ إن شاء الله. اتفضلي بشرى. علم النفس التربوي من وجهة النظر الثانية هي علم نظري وتطبيقي، يستند إلى عدد من النظريات التي يعمل علماء النفس التربوي وفقها يعني وفقها، نعم. وهو علم معني بتطبيقات هذه النظريات وما تنطوي عليه من مبادئ ومفاهيم في مجالات التعلم والتعليم المختلفة. تمام، هلا ندقق في وجهة النظر الأولى والثانية. وجهة النظر الثانية تقول أنه علم نظري، لكن في نفس الوقت هو علم تطبيقي. نعم يستند إلى النظريات التي يعمل بها علماء النفس، لكن هو يعنى بتطبيقات هذه النظريات، يعني يطبق ما ورد في هذه النظريات على مجالات التعلم والتعليم المختلفة. قبل ما ننتقل للسلايد اللي بعده ونشوف ما هو رأي العلماء أو إلى من اتجهت رأي أغلب العلماء، إلى وجهة النظر الأولى أو الثانية، أسمع منكم بماذا تشعر أن وجهة النظر الأولى، كيف نظرت إلى علم النفس التربوي؟ كيف نظرت؟ هل أعطت هذا العلم حقه؟ وجهة النظر الأولى تقول أنه فقط معنى بالمبادئ والقوانين، فقط داخل الغرفة الصفية وضبطها. ما رأيكم؟ السلام عليكم. تفضلي سهام. لا دكتورة، هو ما بس داخل
صفي داخل انه بالحياة كلياتها، مجالات الحياة جميع، ما بس داخل الصف، نعم يعني بحياتنا اليومية فينا نشوفها وندرس علم النفس التربوي، يعني من خلال تربية الأطفال، معاملة مع الآخرين يا سلام بالسوق عليك، بالحي أحسنتي وأي شيء. أحسنتي. إذا يعتقد علماء النفس أن وجهة النظر الأولى أن وجهة النظر الأولى تمثل تصور أولي لعلم النفس التربوي، لا تعطيه حقه، لأنه بالأصل هذا العلم علم قائم بذاته، له نعم جوانب نظرية، لكن بنفس الوقت له جوانب تطبيقية. هذا العلم علم قديم، له تاريخه، له أهدافه، له منهجيته، له موضوعاته الخاصة. أيضا علم النفس التربوي هو متكامل، له علاقات ديناميكية، أي علاقات مرنة مع العلوم الأخرى، فهو ليس علم جامد فقط لفهم عمليات التعلم داخل فقط الغرف الصفية، إنما في مجالات التعلم والتعليم كافة، مثلما أجابت زميلتكم سهام. تمام؟ واضحة الشاشة أمامكم؟ ايه دكتورة واضحة. تمام. الآن السلايد اللي ظهر أمامنا، هذا السلايد عبارة عن علاقات سهمية، ندقق فيه شوي رح نشرحه بهدوء. عبارة عن علاقات سهمية، المقصود سهمية أنها عبارة عن أسهم توضح طبيعة التغذية الراجعة القائمة بين عناصر هذه المنظومة. نشوف تحت الشكل رقم 1.1 مكونات منظومة علم النفس التربوي. نبلش في يوم من أعلى، يبدأ بالأهداف التربوية، الآن رح نشرحهم واحدة واحدة. المدخلات التربوية، عملية التعلم، مخرجات تربوية، التقويم. بدنا ندقق الآن نشوف كيف هذه المنظومة تعمل بشكل ديناميكي مستمر فيما بينها. الأهداف التربوية، ما المقصود بالأهداف التربوية؟ ماذا أقصد أن هذا الهدف هدف تربوي؟ هل في أحد منكم طلاب الأعزاء معلم؟ في أحد منكم معلم في المدارس؟ تمام، إذا لا يوجد ولا معلم معنا. الأهداف التربوية هي الأهداف الذي يسعى المعلم إلى تحقيقها مع نهاية الوحدة أو في مرحلة تعليمية معينة. رح أرجع لكم للسلايد السابق. شوفوا عندي، لا في بداية هذا السلايد ظهر أمامكم، ظهر أمامكم السلايد. إيه دكتورة؟ تمام. الآن ترويسة هذا السلايد ايش هي؟ ايش الترويسه لإله؟ النتاجات الخاصه. نعم، يسمى النتاجات الخاصه. هذه النتاجات الخاصه هي عباره عن مجموعه الاهداف الذي اسعى انا اليها الان كمدرس لهذا المساق لتحقيقها في هذه المحاضره. هي تماما مثل هذه الأهداف التربوية، فأنت تارة تجدها في بعض الكتب أهداف تربوية، وتارة أخرى قد تجدها تسمى بالنتاجات التربوية، هي تحمل تقريبا نفس المعنى. إذن هي الأهداف التي يسعى المعلم إلى تحقيقها مع نهاية كل وحدة دراسية أو مرحلة تعليمية معينة. هذه الأهداف يجب أن تتميز بالوضوح والتحديد حتى نستطيع أن نفهمها. إذا ما كانت الأهداف واضحة منذ البداية رح يكون العمل في هذه المنظومة صعب. هاي بالنسبة للأهداف التربوية. ننتقل إلى المدخلات التربوية، من اسمها مدخلات. تمام؟
من اسمها مدخلات، إذا شيء يدخل إلى العملية التعليمية. هذا يتعلق بوصف حالة المتعلم قبل بدء عملية التعلم من خلال التعرف على خصائصه النمائية وقدراته ودافعيته. يمكن أنتم كطلاب سنة ثانية مر معكم مصطلح الخصائص النمائية، حدا بحب يوضح لنا ما المقصود بالخصائص النمائية؟ أختار أنا؟ الدكتورة ما بتذكر إنه مر معنا بالسنة الأولى. تمام، إذا رح نحكي عنه الآن. بقول نعم. حتى أنا ما بذكر إنه مر دكتورة اللي بحب، أنا بظن إنه هي، نعم تفضلي صفاء. أنا بظن دكتورة إنه هي الخصائص، إنه القدرات الجسمية أو الحركية للطفل، يا هيك؟ سلام أو عليك، نعم اجتماعية. أحسنتي، هي جميع الخصائص سواء كانت جسمية أو عقلية أو قدرات أو دوافع، هي بطبيعة الحال تختلف من طالب إلى آخر، من فرد إلى آخر. هذا ما يقصد بالخصائص النمائية، يعني طبيعة النمو العقلي والجسدي عند كل فرد تختلف من واحد إلى آخر أو من طالب إلى آخر. تمام؟ الآن نلاحظ من خلال هذه المنظومة الأهداف التربوية، المدخلات التربوية، كلاهما بأسهم صب إلى عملية إيش؟ إلى عملية التعلم. تمام؟ صب في عملية التعلم. ما هي عملية التعلم؟ عملية التعلم هي الإجراءات المتبعة من أجل تحقيق عملية التعلم، ما يضع المعلم من إجراءات لتحقيق الأهداف. نشوف هاي الأهداف التربوية، تمام؟ نشوف كيف السهم انتقل إلى عملية التعلم بالإضافة إلى المدخلات، كلاها تعمل في عملية التعلم. إذا هنا أنا أحتاج إلى مجموعة إجراءات وتجهيزات كالمنهاج، وسائل تعليمية، غرفة الصف، تجهيزات لإنجاح عملية التعلم. خلينا نقيسها على أنفسنا. نحن الآن في هذه المحاضرة عرضنا النتاجات أو الأهداف في بداية المحاضرة. المدخلات هم مجموعة الطلبة بقدراتكم، دافعيتكم، خصائصكم المختلفة كمدخلات إلى عملية التعلم. عملية التعلم هي الإجراءات التي قمت فيها أنا لتحقيق عملية التعلم. مثلا المنهاج، اختيار المراجع الدراسية، الوسائل التعليمية مثل عرض هذه الشرائح أو هذه السلايدات، هذا تعتبر وسيلة تعليمية، الغرفة الزوم اللي احنا موجودين عليها، قد تكون طبعا غرف الصف حقيقية وجاهية مباشرة وقد تكون غرف افتراضية، كل هذه التجهيزات نعم نسميها تصب في عمليات التعلم. الآن نلاحظ زملائي، الله يرضى عليكم، انتبهوا معي، عملية التعلم الآن بسهم ذو اتجاهين، بدنا نركز هون شوي. تمام، الآن معنا دقيقة واحدة ورح يفصل معنا إن شاء الله تعالى. إيه، ترجعوا على نفس الرابط وبندخل مرة أخرى. أنا ممكن ياخذ معي فرق معكم دقيقة واحدة، لأنه بيكون يعمل ريكوردينج للمحاضرة فبيعمل كونفيرت فبياخذ بعض الوقت. تمام، نتحدث بشكل بسيط عن المخرجات التربوية. لاحظ هي سهم باتجاهين، المخرجات التربوية هي النتائج المترتبة على من عملية إيش؟ التعلم. هي صبت في المخرجات، إيش صار عندي أنا نتائج؟ هي مخرجات تربوية. يعني احنا بدنا نعرف ما هي التغيرات التي طرأت عليك انت كمتعلم، وهل هذه التغيرات في اتجاه ايجابي في اتجاه سلبي؟ زينب الصوت انا عملت لها ميوت، زينب ما فيش مشكلة. تمام، اذا هذه المخرجات التربوية خلينا نطبقها على انفسنا. الآن إحنا وصلنا لهذا لآخر دقيقة في القسم الأول من المحاضرة.
من هذه المعلومات اللي تحدثنا عليها أنا كطالب في هذه المحاضرة ماذا استفدت؟ هل تعلمت شيء من هذه المحاضرة؟ هل ميزت معنى الأهداف التربوية؟ هل تعلمت ما هي عملية التعلم؟ هل تعرفت على كم عملية والمخرجات التربوية هي بسهمين؟ المقصود بسهمين أنها عملية ديناميكية بينها تداخل، تمام؟ الآن هذه المخرجات التربوية كان آخر شيء تحدثنا فيه نقول أنها النتائج المترتبة. نقبل اللي دخلوا. هيك أصبح العدد كامل، باقي طالبة واحدة أو اثنتين. نعم، المخرجات التربوية هي التي تتعلق بالنتائج المترتبة على عملية التعلم وتجهيزاتها المختلفة. حكينا من خلال التعرف على التغيرات التي طرأت على سلوك المتعلم، لكن بدنا نركز بنقطة مهمة جدا ورح ترجع تمر معنا في الوحدة القادمة إن شاء الله تعالى، أن هذه المخرجات لابد أن تمر بعملية أخرى وهي عملية التقويم التربوي. هذه العملية نركز فيها شوي، هي مهمة جدا، وأنتم إن شاء الله تعالى كمعلمين في المستقبل تحتاجوا أن تكون على اطلاع وفهم واضح بالمقصود بالتقويم التربوي. هذا التقويم التربوي هو يتعلق بعملية الحكم على مدى تحقق هذه الأهداف، تمام؟ شوف هذه الأهداف التربوية وهذا التقويم التربوي، مدى تحقق الأهداف التربوية. كيف أنا بكتشف أو بتأكد أن الطلاب الآن الأهداف اللي أنا طلبتها منهم أو بدي أحققها في بداية المحاضرة أو بداية الدرس قد تحققت؟ كيف بدنا نتأكد؟ من خلال التقويم التربوي أحكم على هذه الأهداف، أحكم على نجاحها. لكن بدنا ننتبه لنقطة مهمة جدا، الآن السؤال الذي يطرح نفسه، هل عملية هذه التقويم فقط في نهاية الوحدة الدراسية أو نهاية الهدف التربوي أم هي عملية مستمرة؟ مين بحب يجاوب؟ أطرح السؤال. لا يا دكتورة هي عملية مستمرة، يعني في قبل في أثناء الدرس، أثناء شرح الدرس تطرح شوية أسئلة مشان تعرف، مش الحال إنه وصلت المعلومة للطالب وما وصلت. في أحسنتي. آخر شيء هذا اللي بعده، يعني عند الانتهاء من الدرس وإعطاء الدرس، إيه هون هذا اللي بيعطينا النتيجة المضبوطة، يا سلام عليك، النتيجة النهائية. أبدعت الإجابة حميدة. المقصود بالتقويم التربوي هذا التقويم، نعم هو الحكم على تحقق الأهداف، لكن هو ثلاثة أنواع. أول شيء التقويم البنائي، وهو الذي يكون في بداية الدرس، رح نتطرق له إن شاء الله في المحاضرات القادمة. ثم التقويم التكويني مثل ما تفضلت زميلتكم، ثم التقويم البعدي أو التقويم الختامي. إذا هذه العملية هي عملية مستمرة منذ بداية وضع هذه الأهداف. نشوف دخلت على عملية التعلم، أيضا على المخرجات والتقويم، أيضا لها علاقة مع، شوف التقويم التربوي أيضا ينصب، برجع مرة ثانية لوين؟ للمدخلات التربوية. إذا منلاحظ من هذه المنظومة أو من هذا الشكل الخاص أن هاي العلاقات، الأسهم اللي أنتم شايفينها هذه، تبرز لنا مدى التداخل بين هذه المكونات، حيث يتوقع للمدخلات التربوية هون، هذه المدخلات ممكن أنه إحنا نعمل على تعديل بعض الأهداف حسب المدخلات الموجودة لدينا. أيضا بعض المعلمين يدرس قدرات الطلاب، خصائصهم النمائية، دافعيتهم على أساس قدراتهم وإمكانياتهم، يعدل في بعض الأهداف التربوية. أيضا عملية التقويم هذه هي، حكينا، عملية تفاعلية، لكن في النهاية أنا أريد الوصول إلى التقويم التربوي من أجل الحكم على مدى
تحقق هذه الأهداف. تمام؟ حدا عنده أي سؤال أو استفسار بالنسبة لهذه المكونات؟ واضحة المكونات؟ إذن هذا الشكل مهم جدا، أهداف تربوية، مدخلات، كلاهما يصبين في عملية التعلم، المخرجات التربوية، وتنتهي بالتقويم التربوي. ننتقل الآن للحديث عن موضوعات علم النفس التربوي. علق مع الجهاز، راح أعمل ستوب شير وأرجع أشير الصفحة مرة ثانية. ظهرت عندكم الصورة؟ ايه تمام. تمام. ايه دكتورة. ايه دكتورة. تمام. الآن الآن إن شاء الله تعالى بس تكون الكتب الثلاثة بين أيديكم وتتصفح هذه الكتب، راح تلاحظ إنه هذه الكتب لخصت موضوعات علم النفس. يعني ممكن أنت تجد في بعض الكتب مجموعة كبيرة من موضوعات علم النفس، لكن أغلب الكتب اتفقت على هذه المواضيع الستة. الآن راح نشوف هذه المواضيع المهمة الستة في موضوعات علم النفس، راح نشرحها واحدة واحدة. راح نبلش تقرأنا، راح أمشي بأسمائكم بالترتيب. نورة، أو نور عفوا، تفضلي يا نور تقرأينا النقطة الأولى رقم واحد. السلام عليكم. حياك الله يا نور. رقم واحد، الخصائص الثمانية للمتعلم. أحسنت، يا الخصائص النمائية للمتعلم. تمام؟ الآن الخصائص النمائية للمتعلم، نرجع لجواب زميلتكم سهام، حكت لنا أن الخصائص النمائية للمتعلم هي المقصود فيها مجالات النمو المختلفة، سواء كانت في المجال المعرفي، في المجال الاجتماعي، في المجال الجسدي، انفعالي، هي تختلف هذه الخصائص النمائية من شخص إلى آخر. الآن علم النفس التربوي يهتم بتوظيف هذه الخصائص النمائية في عملية التعلم، لكن مع ضرورة، بدنا نركز هون، هذه الخصائص النمائية مهمة جدا مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، لأنه سبحان الله، الله خلقنا كأفراد مختلفين في الأفكار، مختلفين في الجسد، في الانفعالات، في القدرات، وهذا شيء طبيعي. لكن الآن ماذا يطلب من المعلم داخل غرفة الصف؟ نرجع الآن للأهداف التربوية اللي تحدثنا فيها سابقا من المنظومة. الآن عندما أخطط أنا لخبرة هذا الدرس، أريد أن أراعي في البداية الخصائص النمائية. تفضلي يا نور إذا بتحبي تسألي. لا بس كنت عم تسألي إنه شو بيكون بين المعلمين، يعني من خصائص، فكنت أقول لك الأسلوب، أسلوب المعلم. أحسنتي، الأسلوب بالإضافة إلى طريقة التخطيط لهذا الدرس، الأدوات التي يتم استخدامها. عشان هيك أنا سألتكم في البداية إذا أحد من حضراتكم معلم، المعلمين عندما يخططوا للدرس يحاول قدر الإمكان أن يضع الأهداف بما يتلائم مع المستوى الجسدي، الانفعالي، الاجتماعي، المعرفي عند طلابه. بعض المعلمين يضع خطة لدرس بطريقة معينة لشعبة معينة، الشعبة الثانية بحط بطريقة مختلفة. في بعض الأحيان تلجأ أنت كمعلم لخطط علاجية للطلاب، نحكي لهم الطالب الضعيف، وتضع بنفس الوقت خطة إثرائية للطالب القوي في المادة، أو الطالب الذي حقق مستوى مرتفع. تمام؟ إذا نحن نتحدث عن خصائص نمائية مختلفة عند الأفراد، وهذا موضوع مهم في موضوع علم النفس التربوي. هذه النقطة رقم واحد. ننتقل معك يا آنسة بشرى الإبراهيم النقطة الثانية إذا سمحتي. كل واحد اللي بحكي اسمه يعمل أنميوت، أنا تركت لكم فعالية المايك،
اعمل انمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا انسة. بشرى تفضلي. الموضوع الثاني هو عملية التعلم. نعم، عملية التعلم. الآن عملية التعلم هي تتناول طبيعة التعلم، نظرياته، أشكاله. ليش؟ لأن إحنا بنحكي دائما إنه التدريس الجيد بده فهم جيد لكيفية حدوث التعلم، بده فهم لطرائق وظروف التعلم، بده فهم للسلوك الإنساني، بده فهم للبيئة، بده فهم للطبيعة الاجتماعية والانفعالية للأفراد. إذا نحن أيضا عندنا تركيز في علم النفس التربوي على عمليات التعلم. حميدة، موفق، العزو، تفضل النقطة رقم 3. السلام عليكم. النقطة حياك. رقم الثالثة دافعية التعلم. عم دافعية التعلم. تمام. الآن ما المقصود بالدافعية؟ حميدة تفضلي، ما المقصود بالدافعية؟ هل تعني الرغبة؟ دافعية التعلم. تمام، تعني الرغبة بالتعلم. هلا في طلاب عندها رغبة تتعلم، في طلاب بتحسيها ما عندها رغبة انه بدها، ما انه لتتعلم، يعني ما بتحب تتعلم، هيك بتحسيها رايحة، يعني صحيح، ما بعرف. وهذه مزبوط مزبوط، أحسنت الإجابة حميدة. تختلف كمان دافعية. تفضلي. كمان دكتورة، مثل ما قالت حميدة، انه كمان فينا نقول انه تأمين مناخ كويس للطالب حتى يتعلم. أحسنتي. الآن كل طالب يختلف في دافعية التعلم عن الطالب الآخر. أنا كمعلم كيف أحفز هذه الدافعية وأوصل فيها إلى المستوى الأقصى أو إلى الدرجة الأقصى؟ هذا يعتمد على توفيري أنا للمناخ المناسب لحدوث عملية التعلم. لا ننسى أيضا أسلوب تقديمي أنا للمادة، يعني أسلوب الشرح مع الطلاب. مثلا طلبة الصف الأول بيختلف عن طلبة الثاني، بيختلف عن الثاني، بيختلف عن الثانوية، بيختلف مثلا عن طلبة البكالوريوس، طلبة الدراسات العليا. كل مرحلة تختلف عن المرحلة الأخرى، وهنا يأتي ذكاء المعلم بالاعتماد على خبراته، على قدراته، على المعلومات والمعرفة الذي يمتلكها، كيف يهيئ هذا المناخ المناسب لعمليات التعلم. أحسنتي. الآن نروح للآنسة زينب، النقطة رقم 4. يا زينب. زينب محمد هليل، سامعيتنا زينب؟ أيوة دكتورة، سامعك. تفضلي زينب. صرنا عند موضوع بيئة التعلم. بيئة التعلم، نعم. هل المقصود ببيئة التعلم فقط البيئة المادية، يعني الغرفة الصفية، الساحة المدرسية، المقاصف؟ هل بيئة التعلم فقط هذه البيئة؟ شو رأيكم؟ أكيد لا، أكيد لا. في أحسن. البيئة النفسية، البيئة. خلاص يا ماما، إيه، إذن هي أيضا إيش؟ نعم، إذن بيئة التعلم هي أيضا خلق تفاعل إيجابي بين الطلبة والمعلم والمنهاج، إدارة المدرسة، أيضا ضبط الغرفة الصفية المقصود فيها الإدارة الصفية، بالإضافة إلى وجود جداول للتعزيز، أسلوب تعزيز للمرحلة العمرية. شوفوا كيف عم نرجع مرة تانية نربط الخصائص النمائية للأفراد مع الفروق الفردية أيضا في بيئة التعلم، لأنه أنا كل طالب أتعامل معه بطريقة أخرى وأهيئ له المناخ المناسب لعملية التعلم. لأنه بالنهاية حكينا عملية التعلم حسب منظومة علم النفس، بالنهاية الهدف الأول والأخير تحقيق الأهداف التربوية. نيجي للنقطة رقم 5، معك يا سارة حميدي. تفضلي آنسة سارة. نعم دكتورة. تفضلي الفروق سارة. الفردية بين المتعلمين. نعم، الفروق الفردية بين المتعلمين، وهذه تحدثنا فيها، حكينا أن هذه تختلف، هناك فروق فردية وهي الطبيعية، خلقنا الله تعالى باختلافات في الجسد، بالانفعال، القدرات، كل طالب يختلف عن الآخر بدافعيته. نعم.
ننتقل للنقطة رقم 6، محمد فوزي الديب. محمد فوزي، سامعنا محمد؟ محمد مش سامعنا. ننتقل إلى الآنسة صفاء، سامعتنا صفاء؟ الآنسة سهام، صرنا بالفقرة السادسة، هي قياس وتقويم عملية التعلم. نعم، قياس وتقويم عملية التعلم. طبعا القياس والتقويم هو أهم موضوعات علم النفس التربوي على الإطلاق. الآن لما أحكي أنا عن القياس، إذا أنا في البداية القياس مثل ما بنحكي نحن عم نمسك مثلا مسطرة وبدنا نقيس شيء معين. القياس دائما يكون في بداية عملية التعلم، لأنه أريد قياس مخرجات عملية التعلم، أريد تقويم عملية التعلم. وزي ما تحدثنا في النقطة السابقة حكينا هذا التقويم يكون من بداية عملية التعلم إلى نهايتها. إذا هذه المواضيع الستة هي أهم المواضيع التي يعنى بها علم النفس التربوي. واضحة؟ دكتورة مثل ما ذكرتي من شوي تفضلي. بالجدول وقت قلتي يعني هلا نحن وصلنا لنقطة انه رجعنا لعند مخرجات العملية التعليمية او التربوية نعم تماما، لانه هي اللهم صل على النبي، الله يعني هلا هي هون نجاح الطالب، اهتمام الطالب من ناحية المتعلم واهله، يعني انه الاهل كمان يساعدوه، نعم بنسميها نحن صحيح التغذية الراجعة. نعم أرجع معك أنا للموضوعات، أحسنتي. هلا هذه الموضوعات هي كلياتها عمليات متداخلة مع بعضها البعض. يعني أنت كمعلم مثلا، كمعلم صف، عندما تدخل مثلا للصفوف الثلاث الأولى، الصف الأول الثاني أو الثالث، أنت تدرس كل هذه الموضوعات بشكل متداخل. يعني أنا كمعلم ما بحكي إنه أنا الآن بدي أحدد الخصائص النمائية للمتعلم وكيفية عملية تعلمهم ودافعيتهم والفروق الفردية، لا. نرجع مرة ثانية لهون للمنظومة، أحسنت الربط. نرجع مرة ثانية هون للمنظومة، كلياتها تعتمد على الأهداف التربوية. الأهداف التربوية حكينا عملية تعلم، مخرجات، تقويم. لاحظي شو حكينا، انه كلياتها هاي الاسهم متداخله مع بعضها البعض. اذا انا كمعلم استطيع التعديل على الاهداف التربويه بما يناسب المدخلات، او اعدل بالمدخلات بما يناسب الاهداف التربويه. ممكن انا الان عندي مخرجات تربويه، لكن انا كمعلم غير راضي عن هذه المخرجات. يعني نتائج الطلبه ما عجبتني، المخرجات ما عجبتني. مثلا اجيت انا اعطيتهم اختبار قصير، تمام، نتائج هذه الاختبار غير مبشره. هذا يعني انه هناك خلل معين، اما في عمليه التعلم او الاهداف او المدخلات. الآن طريق العودة مفتوح، أستطيع أن أغير في عملية التعلم وأرجع مرة ثانية أفحص هذه المخرجات. عندما أفحص المخرجات، يعني النتائج اللي طلعت معي، هذه تسمى عملية التقويم التربوي. عشان هيك بتلاحظوا اللي مثلاً مسك كتب المناهج الدراسية، بغض النظر لطبيعة هذه المناهج، دائماً بس نمسك الوحدة الدراسية في البداية يحدد الأهداف العامة للوحدة، ثم كل ما يدخل لدرس بيحدد لي النتاجات أو الأهداف الخاصة للوحدة. بآخر الوحدة في عملية التقويم. هل مثلا المعلم أو الطالب راضي عن تحقيق هذه الأهداف؟ طبعا هذا ينصب عليه عمليات متعددة جدا، يعني لسنا في صدد الحديث عنها الآن، وهو ما يسمى بأسلوب تفريد التعليم. هذا تفريد التعليم أسلوب جميل في التعليم، يعتمد على أن يقوم المعلم بعمل خطة دراسية لكل طالب تختلف عن الآخر، لكن هذا فيه صعوبة وبيحتاج إنه دائما يكون العدد قليل في الشعب الدراسية، لكن أتوقع كمان يعني
كل الدول العربية عدد الطلاب في الغرف الصفية مرتفع جدا. أعطيكي مثال، مثلا عندنا إحنا في الأردن، عندي بعض المدارس الحكومية في الأردن بعض الشعب الدراسية تزيد على 40 طالب. هل يستطيع معلم الصف أو المعلم في الصفوف الأخرى إنه يعمل خطة دراسية لكل طالب على حدة؟ هذا مستحيل، مستحيل تماما بسبب العدد الكبير. ننطلق إذا مرة ثانية للأهداف، ونوع في الأهداف، أهداف للطالب الضعيف، أهداف للطالب المتوسط، وأهداف للطالب القوي. إذا لما أنا أنوع بهذه الأهداف راح تكون عندي المخرجات على الأقل كما يجب. بكرة إن شاء الله تعالى بس تكونوا كمعلمين في الميدان، راح نفهم إنه الوصول إلى تحقيق نتائج مرضية 100% هذا شيء صعب وأقرب إلى المحال. ما في نتيجة 100%، صعب أحكي أنا عندي الشعب 40 أو 30 طالب كل الطلاب مطلوب منهم يجيبوا 20 من 20 إذا كان التقييم العلامي من 20 أو 10 من 10، هذا شيء صعب. وهذا ما تحدثنا في الشريحة اللي قبليه، إنه أنا عندي هون خصائص نمائية مختلفة، عندي فروق فردية، حتى أيضا دافعية الطلاب تختلف من طالب إلى آخر. تمام؟ نيجي لأهداف علم النفس. عندي مجموعة من الأهداف، الأهداف 3، الأهداف الفهم، التنبؤ، الضبط أو التحكم. على الأغلب هذه الأهداف قد تكون مرت معكم سابقا كونها أهداف تربوية عامة. الفهم، الفهم يقصد به القدرة على فهم وتفسير العلاقات بين المتغيرات والظواهر. يعني أنا فاهم الشيء، إذا هو عكس الغموض بكل بساطة، إما أنا فاهم هذا الشيء أو لا أفهمه، عكس الغموض. تمام؟ مثلا لما أجي أنا أسأل طالب سؤال بكلمة مثلا لماذا، أنا أريد أن أفهم لماذا، مثلا لماذا يختلف مستوى الطلبة أو اختلف مستوى الطلبة في اختبار العلوم؟ هذا سؤال يريد أن أفهم بشكل عام لماذا هذا الاختلاف مثلا في النتائج. أو مثلا سؤال آخر، لماذا تعمل الأساليب التسلطية في التنشئة الاجتماعية على تنمية السلوك العدواني عند الأطفال؟ يعني اللي بيعتمد الأسلوب التسلطي إلقاء الأوامر، لماذا هذا يزيد العدوان أو السلوك العدواني عند الطلبة؟ هذا أحد أهداف علم النفس اللي هي عملية الفهم. العملية الثانية عملية التنبؤ اللي هي البريدكشن، يقصد بها قدرة المعلم على الاستفادة من فهمه للتنبؤ بالظواهر التربوية. كيف يعني؟ الآن ممكن أنا من إذا بدي أتنبأ بشيء قد أطرح مجموعة من الأسئلة. تمام؟ في الميدان التربوي مثلا ممكن أطرح بعض السؤال، أحكي متى رح يوصل معي هالطلاب إلى درجة عالية مثلا في حل المسائل الحسابية في الرياضيات. تمام؟ هذا أنا أطرح سؤال. طيب ممكن المعلم الآن ينتقل بهذه النقطة لمرحلة التنبؤ، فبيجي بيحكي طيب إذا زدت أنا مثلا في بعض الأنشطة والمهارات هل سيزيد فهم الطلبة ويصير علاماتهم أعلى؟ إذا لاحظي هنا دخلنا في مرحلة فهم للمشكلة، تنبأنا. كيف يعني تنبأنا؟ يعني حطينا شوية حلول ممكن تساعدني على حل هذا التساؤل. الضبط أو التحكم، أتحكم أنا ببعض العوامل أو الظواهر اللي موجودة. مثلا باجي بحكي إنه مثلا نرجع لمثال واحد فقط ونربطهم الثلاث مع بعض. أحد الأسئلة اللي ممكن يطرحها المعلم على نفسه، يحكي لماذا هناك تدني مثلا في علامات الطلبة في اختبار الرياضيات؟ بده يفهم ليش هالشعبة هاي علاماتها كتير منخفضة. بيجي الآن المرحلة الثانية التنبؤ، شو بيحكي؟ طيب هل لو زدت أنا بعض الأنشطة
على مثلا الضرب او الجمع او الطرح رح تتحسن امورهم؟ ببلش يتنبأ، برجع بيحكي طيب لو انا غيرت موعد الحصة اخليها بدل الحصة الاخيرة ان تكون الحصة الاولى، رح تتغير نتائجهم. الان شو قاعد بيعمل هو؟ بحط افتراضات، بيتنبأ اي واحد رح يحل المشكلة. يصل للمرحلة الثالثة، الضبط او التحكم، بيجي بيحكي الضبط او التحكم، بياخد قرار انه بيتواصل مع الاداره، بحكي لهم حركوا لي حصه الرياضيات للصف الثالث من الحصه رقم 5 لحصه رقم 1. بدي الطالب يجي على المدرسه وهو مصحصح ومبسوط واموره تمام ولساته مش تعبان من الجلسه في المقعد، اشوف هل رح يتحسن في مادة الرياضيات، وإذا عملت له اختبار رح تكون النتائج أحسن. هذه أهداف عامة في علم النفس التربوي: الفهم، التنبؤ، الضبط. هناك أيضا أهداف خاصة لعلم النفس التربوي. أول هدف عندي هو أهداف نظرية وأهداف تطبيقية. طبعا الأهداف النظرية والأهداف التطبيقية مروا معنا أثناء شرح موضوعات علم النفس. الهدف النظري: توليد المعرفة العلمية المستندة إلى مناهج البحث العلمي حول مواضيع علم النفس المختلفة كالتعلم، الدافعية، فروق فردية، ذكاء، خصائص نمائية وغيرها من موضوعات علم النفس. ولاحظوا إنها كلياتها دخلت معانا في موضوعات علم النفس يتم اعتبارها نظرية. لكن زي ما حكينا في البداية بالنظريات إذا تتذكروا، حكينا ناس نظروا لعلم النفس إنه هو علم نظري، الناس الجماعة الثانيين نظروا إليه إنه هو تطبيقي وهو علم له تاريخه وله علماءه. ماذا يقول الهدف التطبيقي؟ تطبيق ونقل المعرفة المتمثلة بهذه النظريات والمبادئ والقوانين في مجالات علم النفس ليستفيد منها المعلم داخل الغرفة الصفية، قد يدرب طلبته على مهارات التفكير العليا ويستخدمها لتحسين العملية التعليمية أو العملية التربوية. بيعطيني إنه باقي 10 دقائق، مجرد ما طلعنا من ال10 دقائق ما رح نرجع للميتنج، بيكون اوريدي وقت المحاضرة يعني شارف على الانتهاء. مش ضايل معنا كتير، السلايد الأخير إن شاء الله تعالى وبعدين أعرض لكم الواجب البيتي. أهمية علم النفس: علم النفس علم مهم جدا، حكينا يزودنا بالأسس والمبادئ والنظريات، بيعرفني كمعلم كيف أحل المشكلات التي تواجهني في الغرفة الصفية. النقطة الثانية، بدي أسمع صوت بعض الزملاء الآن. دخل زميل ما كان موجود معنا، نشوف مين. فهد، سامعني يا فهد؟ فهد دخل معنا متأخرا جدا، أهلا وسهلا فيك يا فهد. طيب أختار بشكل عشوائي. محمد كمان ما سمعنا صوته. أنتم ملاحظين أنه الآنسات الإناث معنا أنشط من الذكور، شو رأيكم؟ طيب أختار الآنسة بشرى الإبراهيم. نعم دكتورة، حياك بشرى، تفضلي. تقرأي حياك النقطة الثانية لو سمحتي، استبعاد. نعم، أهمية علم النفس التربوي. النقطة الثانية، استبعاد كل ما هو غير صحيح حول عملية التعلم والتعليم والتي قد تتبلور لدى البعض من مهارات البحث العلمي الصحيح. قد تتبلور لدى البعض من خلال المحاكاة أو التقليد أو التقادم أو الفلكلور التربوي. كملي. أو الفلكلور السائد في المجتمع. الصوت واضح؟ يا سامعينك منيح. وإكساب المعلم مهارات البحث العلمي الصحيح التي تساعد على فهم الظواهر التربوية الجديدة وتفسيرها بطريقة علمية. نعم، إذن أيضا أهمية علم النفس هو يستبعد كل ما هو صحيح،
هو مبني على علم، على معرفة. المعلم يستطيع أن يتحكم في المشاكل الصفية التي تواجهه، يستطيع أن يفهم الظواهر التربوية الجديدة بشكل صحيح. الآن يا سهام النقطة الثالثة لو سمحتي. مساعدة المعلم على التعرف على المدخلات عملية التعلم، خصائص متعلمين قبل عملية التعلم والمخرجات، قياس تحصيله والقدرات والاتجاهات والميول وغيرها. نعم دكتورة بس ممكن شغلي، عفوا ممكن بس ترجع على الورقة 9 والورقة 10 شوي، بس بدي أعمل لقطة شاشة لأني ما لحقت. طبعا لا ما عليك، رح أبعث لك إياه يا سهام إن شاء الله تعالى هلأ بعد المحاضرة مباشرة، رح أبعث لك المحاضرة كاملة مثل ما هي، لا تغلبوا حالكم وتاخذوا لقطة شاشة، رح أجهزها مثل ما هي أبعث لكم إياها إن شاء الله تعالى. مشكورة دكتورة، حياكي. نعم النقطة الرابعة. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معي؟ تحياتي لكم جميعا. حياك الله فهد، أهلا وسهلا. تشاركنا فهد لو سمحت تقرأ لنا النقطة الرابعة. النقطة الرابعة الاستفادة من المبادئ والمفاهيم والنظريات النفسية في مجالات النمو والدافعي والذكاء والذاكرة والتفكير وحل المشكلات لفهم عمليات التعلم والتعليم وتوجيهها وتقديم التطبيقات التربوية الصفية في هذه المجالات. الله يجزاك الخير. تماما، إذا هاي النقطة كمان تحدثنا فيها في البداية، مجالات النمو الدافعية الذكاء الذاكرة التفكير، هاي إلها وحدة خاصة بإذنه تعالى رح نتطرق لها في وقتها المناسب إن شاء الله تعالى. تمام. نيجي آخر شيء للواجب البيتي. الواجب البيتي رح يكون عندنا سؤال، ما هي خطوات الطريقة العلمية في البحث؟ طلاب الأعزاء مطلوب منك فقط تكتب لي هذه الخطوات. الآن لما أحكي خطوات إذن هي خطوات مرتبة، تمام؟ تكتب هذه الخطوات تبعث لي إياها على شكل ملف PDF على الخاص إن شاء الله تعالى، تبعثه على الخاص يوم الخميس، ترسل الإجابات عبر الواتساب الخاص بتاريخ 19/10 يوم الخميس القادم. للزملاء اللي دخلوا متأخرين، احنا حددنا دائما يكون يوم الخميس هو تسليم الواجب، وهذا السؤال يكون كتمهيد للمحاضرة القادمة حتى تبقى على تواصل واتصال مع المادة العلمية، لأنه بنعرف هلا فترة أسبوع من السبت للسبت الأغلب بيكون مشغول، عنده عمله حاجاته الخاصة، فما بدنا نترك المادة على مدار أسبوع. عشان هيك إن شاء الله تعالى بيكون معك هذا السؤال، بخليك على تماس مباشر مع المادة. المراجع التي تم استخدامها زي ما حكيت لكم، كل محاضرة رح يكون لها المرجع. المرة هاي حطينا فقط اسم المرجع اعتبارا من المحاضرة الجاية إن شاء الله تعالى رح نحط اسم المرجع والصفحات، من أي صفحة لأي صفحة، كل مادة رح نحط من أي صفحة لأي صفحة أخذنا واسم الكتاب. الآن بإذنه تعالى بعد ما ينتهي وقت هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نرسل المحاضرة بالإضافة إلى الثلاث كتب المراجع حتى تكون بين أيديكم. نترك آخر دقيقتين إذا في أي تساؤل، اللي بحب يسأل عنده أي سؤال يتفضل. السلام عليكم دكتورة. حياك يا سهام، تفضلي. بشرى. عفوا، تفضلي بشرى. الله يكرمك دكتورة، هلأ أنت اللي عرضتنا يا هلأ عرض تقديمي صحيح؟ بالنسبة للمقرر اللي رح تعطينا يا ممكن يكون كله كعرض تقديمي ولا؟ هلأ رح يكون معك أنت الكتاب، العرض التقديمي العرض التقديمي وتبعتينا يا PDF ونحن أيوه. ننسخه بالضبط. هلأ الهدف من العرض التقديمي هو اختصار المواضيع، لكن هلا انت بس ترجعي للكتاب، انا بحكي لك مثلا من صفحه 10 لصفحه 30، انت مطلوب منك مثلا للمحاضره الاولى
هذه الصفحات. العرض التقديمي يستخدم فقط لتلخيص النقاط الرئيسية، ما بينفع أنه مدرس المساق يعرض المادة كاملة من الكتاب في صفحات الباوربوينت. أما أنت الكتاب PDF هو موجود بين إيديكم إن شاء الله تعالى. ولا تخافي آنس يا بشرى، يعني والكلام لكم جميعا، الأمور راح تكون سهلة وبسيطة إن شاء الله تعالى. المادة جميلة جدا، أي سؤال بيخطر على بالك فيك تبعت على الواتساب أي وقت بدك إياه، ما في أي مشكلة، ما في أي تحرج إن شاء الله تعالى. وكمان بس يجي وقت الامتحان كمان رح نتفق على المادة الخاصة بالامتحان، رح نعمل جزء من المحاضرة كمراجعة للامتحان والمواضيع الرئيسية. الهدف الأول والأخير من هذا المساق حصولكم على العلم والمعرفة والخبرة إن شاء الله تعالى. تمام؟ تمام، جزاك الله خير. اي تمام، الله يبارك فيك يا رب. زميلتكم سهام رافعة إيدها عندها سؤال، تفضلي أنس سهام. يعطيك العافية دكتورة. هلا الواجب بناخده من المقررات، رح تبعتي لنا اياهم ولا من عنا؟ الواجب فيكي تاخديه من الكتاب، لكن دائما أنا لما بدي أجاوب على أي سؤال ممكن أنا أطلع على المراجع الثلاث، أقرأ ثم ألخص الإجابة، يعني أكيد ما رح يسلم الطالب الإجابة كوبي بيست. تمام؟ يعني اقرأ، افهم، افهم وأعطيني إياها بشكل مبسط. تمام؟ تمام. أي حدا عنده سؤال؟ باقي لنا الدقيقة الأخيرة. دكتورة بالنسبة إيه للمادة حركة العلمية، بحث؟ تفضل تفضل أخ فهد. ما بعرف إذا قطع الحدث، أنا بعتذر سلفا. إيه فهد، ما في صارت موجودة مشكلة، المادة أنت العلمية لأنك دخلت متأخر، أهلا وسهلا فيك. المادة العلمية رح أبعث لكم إياها الآن. تمام، الله يجزيك الخير. الله يجزاكم الخير جميعا، شكرا جزيلا لكم والله يعطيكم ألف عافية. محاضرة جميلة وشيقة وممتعة، تفاعلكم جميل جدا. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، تصبحون على ألف خير وتصبحون على ما تتمنون إن شاء الله. أمنيات السلامة لكم جميعا وجزاكم الله كل خير، يعطيكم ألف عافية. وياكم.